السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة مرابطون نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني يواصل زيارته لولاية غورغال ويدشن بعض المنشآت في مقاطعة مونغل. رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي يدعو إلى تجاوز المعوقات والعراقيل من أجل الإسراع في الدخول في حوار سياسي مع النظام. لقاء بنواكشوط بين المبعوث الأممي إلى مالي والوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية بخصوص اتفاق المصالحة في مالي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. يواصل الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز زيارته لولاية غورغال، حيث زار المركز الصحي والمدرسة رقم 2 بمقاطعة مونغل، كما أشرف على تدشين جامع مونغل الجديد. وكان الرئيس الموريتاني وقد أشرف مساء أمس في مركز فوملقليتا الإداري على انطلاق تشغيل محطة لمعالجة مياه سد فوملقليتا. أهم الأشغال في المشروع قد اكتملت، ستتواصل في الأسابيع القادمة عمليات تطهير وتعقيم لأنابيب وكذلك اختبارات الضغط لتبدأ مرحلة التزويد بالماء الشروب للمقطع فوملقليتا باركيول. دعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير من سماها الجهات التي لم تكن تتبنى الحوار وأصبحت تتبناه إلى تجاوز المعوقات والعراقيل من أجل الشروع في الحوار. وطالب البلخير خلال مهرجان نظمه حزبه بنواكشوط مختلف الفاعلين بالمشاركة في بناء موريتانيا والإقبال على الحوار قبل الدخول في مطبات أخرى وفق تعبيره. فنون موريتاني يا الموريتاني كفانا كفانا من هو اسمه هذا كامل مرحول فيه، وتعالوا لنا كاملين للحوار، وهذا موجه لذيك الناس اللي ما كانت متبنية الحوار وعادت متبنيته جزاها الله خير، قايلين لها بانها لعنتها من المعوقات ولعنتها من العراقل تسعى عنه يكان نشرع بعجلة في الحوار سابق ما دخلونا المصفقين في مطب ما نعرفه شلاهي عود مصير موريتاني من بعده. من ناحية أخرى انتقد البلخير ما سماه الظلم والغبن السائدة في موريتانيا، مضيفا أن مصلحة موريتانيا هي التي جعلت الكثيرين يصبرون على مثل هذه الممارسات على حد تعبيره. هذا اللي قال كامل واللي عايشين كاملين واللي يعرف كل رقاش أسوة عامة وأسوة قال الحقيقة وأسوة حس بها اكتفى بالإحساس بها، عارفين بأن الظلم سايد في موريتانيا وبأن الجور سايد فيها وبأن القبنة سايدة فيها وبأن العبودية فيها سايدة وبأن الميز العنصري سايد فيها وبأن عدم الإنصاف سايد فيها، واللي وسى أغلبية الموريتانيين اللي ضعفاء كاملين واللي أكثرية الموريتانيين مظلومين كاملين ومهمشين كاملين ومغيبين عن مصالحهم ومصالح بلدهم، هذا ما صبرهم عليه يكون صبرهم على موريتانيا. قالت مصادر من داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن الأخير سيعقد اجتماعا يوم الخميس القادم يناقش فيه تجديد الهيئات، وما إذا كانت الرئاسة الدورية للمنتدى ستنتقل إلى قطب شخصيات المستقلة أم سيحتفظ بها القطب السياسي. هذا ويشهد المنتدى جدلا داخليا بخصوص تجديد هيئاته بين من يرى ضرورتها ومن لا يرى ذلك. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بين يدي الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام بدأ يطفو على السطح رويدا حديث متسارع عن وجود جدل وخلاف داخل هيئات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بعد حوالي أسبوع من وثيقة ممهداته للدخول في الحوار مع النظام.
الجدل الذي تتحفظ معظم الأطراف داخل المنتدى على الحديث بشأنه. تقول أخرى إن أسبابه تعود إلى موضوع تجديد هيئات المنتدى، حيث تتباين الرؤى بشأنه بين من يرى أن الوقت المحدد أصلا للتغيير قد حان، وبالتالي ضرورة تغيير الهيئات، ومن لا يرى ضرورة إجراء أي تغيير في الوقت الراهن. الطرف الداعي إلى تغيير هيئات المنتدى يقول إن الأخير يشهد ركودا بات يستدعي ضخ دماء جديدة من أجل تنشيطه وإخراجه مما يصفه السبات العميق الذي بات يعاني منه، فيما يقول الطرف المناوئ لذلك إن الظرف لا يسمح بإحداث أي تغيير، وإن الاهتمام ينبغي أن ينصب على الحوار ومستقبله مع النظام. مصادر إخبارية تقول إن رئيسي حزب اتحاد قوى التقدم وحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية من القطب السياسي يعتبران أبرز المرشحين لقيادة المنتدى في المرحلة القادمة، فيما يبرز نقيب المحامين الموريتانيين السابق في حال آلة الرئاسة الدورية للمنتدى إلى الشخصيات المستقلة. ذات المصادر الإخبارية تقول إن القطب النقابي في المنتدى قد يتولى رئاسته الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أو الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، لكن كل ذلك يظل مرهونا بالحصول على إجماع بشأن ضرورة إجراء تغييرات داخل المنتدى، حيث ما يزال كل طرف متشبثا برأيه ومدافعا عن موقفه في انتظار ما سيتمخض عنه اجتماع الخميس المرتقب. التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي المنجي حامدي الوزيرة المكلفة بشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة مبارك، وتطرق اللقاء لاتفاق المصالحة في مالي. ويأتي هذا اللقاء أسابيع بعد زيارة أداها وزير المصالحة المالي الذهبي سيدي محمد المكشوط وقادت وإشادته في مؤتمر صحفي عقده بمشروع مقترح إحلال السلام في الشمال المالي. تفاصيل في سياق التقرير التالي. لقاء بين مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي المنجي حامدي والوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة بتنبرك. تطرق وفق الوكالة الموريتانية للأنباء لاتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي تقوده الوساطة الدولية وتعتبر موريتانيا عضوا فيها. لقاء يأتي بعد أسابيع من زيارة أداها وزير المصالحة المالي الذهبي سيدي محمد المكشوط وعقده مؤتمرا صحفيا أشاد خلاله بمقترح الجزائر لإحلال السلام في الشمال المالي، ودعا منسقية الحركات الأزوادية للتوقيع عليه. خطوة قرأ فيها بعض المتابعين محاولة جمهورية مالي دفع موريتانيا إلى الضغط على الحركات الأزوادية من أجل أن توقع على مشروع الاتفاق، وإن قالت تلك الحركات إنها لم تتلقى بشكل رسمي دعوة من موريتانيا بخصوص التوقيع، لكن هذه المساعي يقول البعض إنها ربما لا تجد كبيرا صدى في ظل تراجع العلاقات الدبلوماسية الموريتانية الجزائرية، ما يعضد موقف الحركات الرافضة لهذا المقترح. منسقية الحركات الأزوادية ترفض التوقيع على مقترح الاتفاق الذي ستجتمع عليه الأطراف مجددا بالعاصمة المالية منتصف مايو القادم، وتعتبره لا يستجيب لانتظارات الأزواديين، بل ومن شأنه أن يضرب عرض الحائط بالخطوات التي قطعوا في سبيل نيل ما يعتبرونها حقوقا ضائعة، وهو ما لا ترى به باقي الحركات الأزوادية التي بادرت إلى التوقيع. سيناريوهات عادلة تبرز للواجهة من جديد حول ما إذا كانت الحكومة المالية والحركات الأزوادية الرافضة للتوقيع ستتوصل لاتفاق مشترك قد يؤدي إلى إيجاد حل للصراع القائم منذ عقود، أم ستعود إلى مربع حمل السلاح والاقتتال من جديد. وفي خضم تعدد السيناريوهات المحتملة يطرح السؤال بخصوص موقف موريتانيا وما إذا كانت مالي ستنجح في أن يكون لصالحها. طردت الجزائر دبلوماسيا موريتانيا كان يعمل في السفارة الموريتانية لديها، وأبلغته بقرار الطرد يوم أمس دون أن تقدم له توضيحات بخصوص أسبابه. وقد كتبت صحيفة الشروق الجزائرية نقلا عن مصدر دبلوماسي جزائري قوله إن الجزائر لن تكتفي بمجرد طرد الدبلوماسي الموريتاني، وإنما سترد ردا آخر قويا. وكانت موريتانيا قد طردت قبل أيام مستشارا بالسفارة الجزائرية بتهمة وقوفه وراء مقال يسيء لعلاقاتها الخارجية مع دولة المغرب.
نظم قسم المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل بمقاطعة عرفات حملة تنظيف لبعض الشوارع الرئيسية، وشملت كذلك واجهة مستشفى الصداقة بالمقاطعة. ويقول المشاركون في حملة التنظيف إنها تدخل ضمن الأعمال التطوعية التي تقوم بها المنظمة الشبابية في المقاطعة وفي باقي المقاطعات الأخرى. احنا كيف تراعوا هذه العملية؟ المراد منها هو فك الله تسهيل هذه الطريق اللي جاية عند باب طب الصداقة، اللي وضح للجميع أنها تعاني منها ياسر من الناس. يجوا المرضى في حالة مستعجلة جدا ويوحلوا بهم السيارات وتعود الناس تدفعهم وهكذا. واخترنا قسم تواصل بالتعاون مع المنظمة الشبابية في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وتنسيق مع بلدية عرفات، أن نعدلوا أي شيء نقدر نخفوا من خلاله المعاناة عن هذا المواطنين. وواضح أن شيء خير من لا شيء، نعود بالفعل ما نليه نعدلوا شيء كبير حتى يظهر بعد نخفوا هذه المشكل نهارين ثلاثة أربعة. نحاولوا على قطعنا فتحوا مجموعة من الشوارع وبدأناها بهذه النقطة اللي نراوحنا أنها أكثر ضغط، مقررين على أننا نعدلوها نفس النقطة اللي موجودة بين الدائرة 19 والدائرة 20. يعتبر اللاعب تقي الله الدنا من خيرة لاعبي وسط موريتانيا في الفترة الحالية، بالإضافة إلى كونه أكثر اللاعبين الحاليين تتويجا بالألقاب، ما جعل البعض يستغرب من عدم حصوله على أي عقد احترافي. متابع. تقي الله الدنا اسم له مكانته في الوسط الرياضي. ولد عام 86 في المدينة الاقتصادية وذبو، وحين بلغ العاشرة من عمره التحق بأكاديمية نادي المنجميس نيم كانسادو، فبرز أنذاك بموهبة خارقة تركت النادي المنجمي يركز عليه كثيرا عن بقية اللاعبين. حتى بلغ 15 من عمره التحق بالنادي الأول في دور درجة أولى، وتوج معه ببطولتين متتاليتين من الدوري الموريتاني آخرهما عام 2010، وحصل بعدها على جائزة أفضل لاعب في الدوري الموريتاني في نفس العام، ليكون بعد ذلك محط أنظار النادي البرتقالي أفسن وذبو، فتعاقد معه مباشرة وحط الرحال بين صفوف أفسن وذبو، فواصل بنفس العطاء والتألق وبرز بشكل لافت في منطقة وسط البرتقالي، وأصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها في أي حال من الأحوال. تابع في حصد الألقاب وتوج مع الغواصة البرتقالية ببطولتين متتاليتين من الدوري، ليكون بذلك أكثر اللاعبين الحاليين تتويجا ببطولة الدوري الموريتاني مع ناديين مختلفين، ثم توج بعد ذلك بكأس السوبر وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، لينتقل بعد ذلك لصفوف نادي تفرق زين في عام 2014، وهو الآن في صدارة الدوري الموريتاني. وإن نجح في التتويج ببطولة الدوري مع تفرق زينة فسيحطم بذلك كل الأرقام القياسية من خلال التتويج ببطولة الدوري. إلى مشاركته مع المنتخب الوطني، حيث تم استدعاؤه عام 2008 لأول مرة في أول ظهور له مع سنيم كانسادو أنذاك، فتألق وبشكل لافت مع المنتخب الوطني وواصل بنفس الأداء الذي عرفته الجماهير الموريتانية به، حتى نجح صحبة كوكبة من المحليين في الوصول لبطولة الشان لأول مرة في تاريخ موريتانيا، وكان سببا رئيسيا في حصد بطاقة التأهل على حساب المنتخب السنغالي، حين تمكن من تسجيل هدف الفوز والذي أعطى إشارة الضوء الأخضر لدخول المحافل الدولية ومن أوسع الأبواب، فاستحق بعد ذلك جائزة أفضل هدف في تاريخ المنتخب الوطني طيلة مشواره. حصيلة مبارياته مع المنتخب 35 مباراة خاضها، سجل من خلالها 6 أهداف. تلكم هي محطات أفضل لاعب وسط في موريتانيا حاليا، ويطلقون عليه لقب اللاعب الموريتاني المحترف محليا نظرا لأحقيته في الاحتراف. نهاية نشرة أخبار الساعة الواحدة من قناة مرابطون، وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يواصل زيارته لولاية غورغل ويدشن بعض المنشآت في مقاطعة مونغل.
رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي يدعو إلى تجاوز المعوقات والعراقيل من أجل الإسراع في الدخول في حوار سياسي مع النظام. لقاء بالمكشوط بين المبعوث الأممي إلى مالي والوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية بخصوص اتفاق المصالحة في مالي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.